البنزين مهم للسيارة، بلا البنزين ما بيمشي الحال، توقف السيارة بأرضها. وكمان أنا المؤمن ما في شيء بيقدر يوقفني بأرضي إذا نقص. من هيك في شيء اسمه يعني يعبي الواحد، يشرج حاله، يعني يعبي حاله تيقدر يكمل. في كتير أمور إذا ما نكمل اللي كنا عم نحكي فيه المرة الماضية عن سر التوبة والتقدم والاعتراف والإقرار بالخطايا من بعد الندامة ومن بعد التوبة، في كمان استمرارية. كيف الواحد بده يأمن الاستمرارية؟ لأنه أنا كخوري دايماً بسمع ناس بيقولوا أبونا لشو بديش أعترف طالما كل مرة رح أرجع عيد الخطية ذاتها؟ ليش بدي أقول لك أنه أنا يعني أنا بسب وهلأ رح بعرف حالي أنه بكرة رح أرجع سب، أو يمكن هلأ بعد نص ساعة أرجع سب. طبعاً الموضوع مش موضوع يعني موضوع ميكانيكي، يعني بتقول يعني مثل واحد بيحط ليرة بيطلع له فنجان قهوة، شغلي مش هيك. غفران الخطايا بده يكون في وعي، ويكون الواحد عم بيعبي من تاني ميل بدل الخطية، يعبي كيانه بشي أو بحدا بيقدر يعمل الفرق، بيقدر يخليني بطل عبر عن نقصي بهالشكل. الخطية هي تعبير عن النقص، تعبير عن قلة النضج، وتعبير عن كتير فقر روحي أو فقر ثقافي. يعني بيكون ما عندي فكرة، يعني أنا كيف بدي سوق سيارة إذا ما عندي فكرة على القليلة كيف بمسك، كيف بديرها، كيف ببرم فيها، كيف ببرمها. إنه بده يكون الواحد بيعرف، إذا ما بيعرف من أول ما بيدورها، إذا عرف يدورها بيفوت بالحيط. كمان كل واحد منا رح يلاقي حاله دايما عم بيفوت بطريق مسدود، لأنه بيكون بيعوز يكون عنده خارطة الطريق أو وسائل أو مطرح أو خلينا نقول وسائل بتخليني كون أمكن وكون قادر يعني أنضج، كون أنضج. خليني عم جرب لاقي الكلمة. شو المعنى؟ تشرج حالي في عندي الكتاب المقدس كلمة الله، في عندي سجودي قدام يسوع الحي بالقربان، في عندي الوقت يلي بقعد فيه بكون عم جرب اتفرغ فيه، يعني اقعد فيه قدام الرب، استعرض حالي، يعني اعرض حالي، عرض حالي لإله كرمال هو يضوي علي وقدر اعرف اخطائي. ونحن بنعرف انه ما فيني عالج النتيجة، بدي عالج السبب. كل خطية في إلها سبب، واحد الاسباب هو يعني عدم معرفتي الحقيقية بإلهي يلي هو بيغفر لي خطاياي. من هيك أنا بس بدي اعتبر أني بدي أعمل توبة حقيقية، أول شغلة بدي يعني أقرأ كلمة الله وتكون هي المراية يلي بتخليني أقشع أنا شو عم بعيش وكيف عم بعيش وأنا شو بدي والوين بدي أوصل. هذا أول شغلة، أنه كلمة الله هي بدها تضوي علي، وكلمة الله هي اللي بتشرجني، هي اللي بتعبيني، تكشف وجه الله لإلي، الله الآب والابن والروح القدس تعطيني قوة، لأن هاي كلمة الحياة، كلمة الله مش كلام أو حروف مجمعين حد بعضهم، هي حقيقة كلمة، كلمة الكلمة اللي هي يسوع ابن الآب، وقادر بس أوصل حالي فيه كون عم بعبي، كون عم بعبي. ومع الوقت لأنه أنا إنسان بشر لحم، يعني بدي تدريب تصير أعرف أتخطى خطيتي. من هيك إذا دايماً بسعى أني عبي بنزين من أحسن ترومبا حتى ما يكون البنزين مزغول وتقطعني السيارة، كم بالحري أني ألجأ لوسائل وخاصة كلمة الله تخليني يعني ما تتعثر طريقي، يعني ما أرجع أقشط، ما أرجع. طبعاً مش بالمطلق لأنه كلنا بشر خطاؤون، وكل واحد منا بيحتاج أنه يشتغل على حاله ويعبي كرمال تما ينقطع بنص الطريق. كلمة الله هي الوسيلة، وحتى مش وسيلة، عم جنب أقول كلمة وسيلة لأنه هي مش وسيلة، هي حقيقة أنا بمتلي منها بتخليني أشوف الحياة بغير منظار. الخطية هي لما بشوف الدنيا من منظاري أنا، بأسلوبي أنا، بمنطقي أنا، بفكري أنا. بينما بس بدي أقول أنا بدي أطلع من خطيتي، بدي بلش شوف الدنيا من عينين يسوع، من خلال فكر يسوع، من خلال كلام يسوع اللي هو ابن الآب، يلي هو كلمة الآب. ساعتها بصير عندي
خيارات تانية يعني بس عبي حقيقة من كلمة الله، ساعتها صار في بتختلف خياراتي، بتختلف نظرتي للأمور، وبصير في ساعتها لاحظ إنه قديش أنا في إشياء سلوكيات هي ضد الحقيقة أو ضد الحلو، ضد الإيمان، خلينا نقول بتنقص بتتغير يعني حتى بتقل، لأنه مش دايما الإنسان قادر يكون عنده الوعي 100% تينتبع على حاله ويضل مدرك لسلوكياته ولأفكاره. إذن أنا دايما بحتاج عبي حالي، لأن كل واحد منا بيعيش فراغ، في فراغ منجرب نعبي عادة فراغنا بكتير إشياء، ومرات بتكون خطية بعبي فراغي بخطية، بس لما بعبي فراغي من يلي هو الملء ومن ملئه ملنا أجمعين حسب إنجيل يوحنا بالفصل الأول، معناتها ما بقى أنا عم بركض فتش على إشياء تعبي لي فراغي، أنا بيكون صرت عم أقرب للملء، ما فيني يكون مليان بالمطلق لأني أنا إنسان، بس بكون عم بقرب من الملء أكتر، وما بعود بستعمل الإشياء يمكن السيارة ويمكن الساعة ويمكن التليفون ويمكن المصاري ويمكن 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 الأشخاص حتى عبي هالفراغ اللي فيه، بس اشحن حالي بكلمة الله أكيد رح بلاقي حالي ما عم بكرر أخطائي، ما عم بكرر خطاياي، عم بكون مسيطر على حالي أكتر، عم بدير حالي، بحب هالكلمة أكتر من مسيطر، بكون عم بدير حالي بالاتجاه الصحيح، مثل ما الجيدون بالسيارة بيساعدني تدير السيارة بالاتجاه اللي ما بينزلني، ما بينزلني بالوادي، ما بينزلني تحت الحيط ويعني حادث ويمكن موت. من هيك أنا وياكم نسأل حالنا، نحن من شو أو من مين منعبي فراغنا؟ كيف منعبي فراغنا؟ يعني طريقة العيش اليوم بتدلنا على وسائل تغرينا، بتغشنا، خاصة الإعلان قديش بيدلنا على إشياء بتوهمنا، بينما كلمة الله ما بتوهمنا، بتوعدنا، والآب بيحقق وعده لإلنا بكل كلمة نقراها من الكتاب المقدس. من هيك نحن كيف عم نعبي فراغنا؟ من هيك لما بتشوف ناس عم بستعمل كتير كلمة من هيك، رح أجرب ما أستعملها، وقت اللي منشوف ناس أشخاص ويمكن أنا فيما مضى ويمكن بعدني هلأ بس أقل من الأول، كنت على القليل بفتش على شيء يعبيلي، يعبيني من جوا، يعبيني يعني شيء يخليني يكون عندي قيمة، يعني يصير حاسس أني أنا مهم. شو منروح منسهر كنا بالمطاعم أو منتعشى بالمطاعم أو منروح على مطارح بعد مشهور أو الناس يعني بيحكوا عنه كتير، تصير حس بقيمتي وحس أني أنا مهم، يعني بصير باخد قيمتي من إشياء ومن مطارح ومن أمكنة كرمال يعني حس أني أنا مهم. بس هي شغلة أكيد مش هيك، ولا مرة المطارح والإشياء عبت لي قيمتي وعبت لي فراغي، أنا كل مرة بأخذ قيمتي فقط من يسوع الحي، من كلمته، بس كلمته، كل النجاحات اللي بحققهم ما بيقدروا يعبوني. من هيك بلاقي حالي برجع على الفراغ أو الخطية أو السلوك المنحرف، بس كل مرة بعرف عبي حالي من يسوع بكلمته وحتى من السجود قدامه بالقربان، هيدي شغلة ما بتتعوض، يعني ما منلاقي شيء بديل عن إني أركع قدام يسوع بالقربان، أقضي وقت بحوار معه، وأخذ الكتاب المقدس أقرأ، أتأمل، أقرأ مش كخبرية، أقرأ كلمة يعني أعتبره هو عم يحكيني، ولما هو بيحكيني يعني أنا صرت بتوازن، بعيش بتوازن، لأنه ربي وإلهي عم يحكيني، مش إنسان مثلي مثله هو كمان ناقص وما بيقدرش يطلع من نقصه وضعفه، إلهي وربي يسوع بيحكيني، الآب بيغمرني بعطفه، الروح القدس بيشرق علي بأنواره حتى تكون عم بعيش بتوازن، وهذا التوازن بخليني اكتشف قديش أنا ماشي على الخط الصحيح ومني معتاز شيء تاني أبداً أبداً. يلا رح نطلع ونروح على مطرح تاني. باي.